بسم الله، الحمد لله والله أكبر كبير. فبدل الذين ظلموا قولا أي تنزيلا ربانيا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنتم كفار، أنتم الآن نفاق، وأسوأ الأخلاق هو النفاق. ماذا تنتظر من الرحمن أن يمكث النفاق؟ خاصة الذين يدعوا الإسلام يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تكون في الآداب الإيمانية في آن واحد كيفاش تقبلوا همما اللي مازال فيهم أمل أن يرجع إلى رب الأمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم، والسلام على أهل الإسلام.